يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة أكيد فيها أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله يرجع بكرة للتدريبات استعدادا لمباراة الوصل الإماراتي في إياب دور 16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال والمقرر ليها بإذن الله يوم 22 نوفمبر الجاري. خلاص طبعا الفريق قفل تماما أي صفحة بتخص دوري أبطال أفريقيا، واللي خلاص دلوقتي بقت من الماضي، وهدفنا كلنا اكيد دلوقتي ان احنا نركز في البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، سواء في الدوري او الكاس او البطوله العربيه او دوري ابطال افريقيا اللي باذن الله هينطلق في النسخه القادمه منه في الشهر ده او في نهايه الشهر الحالي اللي احنا فيه. طبعا هنقول لكم كل الكواليس عن الفريق اللي فيه طبعا اكيد دلوقتي مشاورات كبيره جدا في الجهاز الفني عشان حسم القائمه الافريقيه الجديده، والمقرر ان يبعتها الفريق يوم الخميس اللي جاي باذن الله. طبعا في اخبار كتير ثانيه دلوقتي ان في اجتماعات مقرره يوم الخميس اللي جاي، والأكيد هيترأسها كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني لمناقشة التقارير اللي طلبها، وكمان إعادة هيكلة قطاع الكورة كله في اجتهادات طبعا كتيرة بتقول إن في صفقات كتير، لكن دي كلها اجتهادات لسه مش متأكدين منها، لكن خليكم برضو معانا عشان تعرفوا كل القرارات الرسمية بإذن الله اللي هتطلع من الاجتماع يوم الخميس القادم. كمان هنتكلم عن المنتخب الوطني واللي بدأ امبارح معسكره استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019، واللي إن شاء الله باذن الله المباراه هتكون يوم الجمعه اللي جايه على ملعب برج العرب. اتحاد الكوره كمان النهارده اصدر بيان بشان طلب تاجيل مباراه الامارات الوديه، وقال في البيان ده اسباب التاجيل ان اسباب التاجيل هي اسباب فنيه ومش لاي اغراض تانية. اتحاد الكوره كمان وضح ان المنتخب بيواجه اربع معوقات فنيه بتتمثل في ارتباط عدد كبير جدا من المحترفين بالرجوع لانديتهم قبل يوم 21 الحالي، وعلى راسهم اكيد محمد صلاح، وكمان الاصابات اللي ضربت صفوف النادي الاهلي واللي طبعا بيرتبط بلقاء حاسم قصاد الوصل الامارات يوم 22 الحالي في كاس زايد للانديه الابطال، وكمان بيواجه المنتخب صعوبه في استدعاء اسماء جديده للمنتخب في ظل ارتباط مسبق للمنتخب الاولمبي المصري بلقاء برضو نظيره الجزائري يوم 19 نوفمبر الحالي. الاتحاد المصري كمان لكره القدم شدد على الاحترام العميق والتقدير البالغ اللي بيكنه وبيحمله تجاه الاتحاد الاماراتي لكره القدم، واللي كانت طبعا لوقفاته مع المنتخب الوطني المصري كتير جدا، وكان ليها طبعا أثر كبير في نفوذ جماهير الكرة المصرية. مؤكد اتحاد الكرة المصري ان قيمة المنتخب الاماراتي بتحتم على مصر خوض المباراة بكامل صفوفها، عشان كده طبعا اللي ما كانش ينفع ان هي تتعامل، وكان لازم يستجيبوا لطلب الجهاز الفني بتأجيل المباراة. هنتكلم طبعا في الكلام ده كله واكتر، وهيكون ضيفنا النهاردة استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. نروح سريعا لأهم العناوين. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للوصل الإماراتي. الجهاز الفني يقرر السفر للإمارات 20 نوفمبر الجاري. مشاورات في الجهاز الفني لحسم القائمة الإفريقية. السولية يغيب عن الأهلي 6 أسابيع. يوسف يجتمع بصالح جمعة قبل عودته للتدريبات الجماعية. المنتخب يواصل معسكره استعدادا لمواجهة تونس. وجائزة جديدة لمحمد صلاح في انجلترا. كالعادة هنبتدي بأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد من امبارح للنهاردة. الأخبار: الأهلي يرسل القائمة الأفريقية الجديدة بعد غد. الجمهورية: توابع زلزال رادس، الأهلي يعيد تشكيل لجنة الكورة. الأخبار المسائي: رياح التغيير تهب على الأهلي، تعديلات منتظرة في لجنة الكرة والجهاز الفني والقائمة الأفريقية بداية التحدي. روز اليوسف: وبدأ التغيير، رسائل من بيبو للتصحيح وثورة ميركاتو الشتاء. الوطن: الخطيب يبدأ حملة تطهير في الأهلي. الوفد: الأهلي يبدأ ثورة التصحيح، البحث عن صفقات سوبر في الشتاء وإعادة هيكلة قطاع الكرة. المسا: كارتيرون يرحب بعودة صالح جمعة للفريق، المدير الفني ويوسف في اجتماعات متواصلة لإعلان القائمة الأفريقية الخميس.
الشروق كارتيرون يؤهل اللاعبين نفسيا بعد خسارة اللقب الإفريقي. يوسف: نعتذر للجماهير بسبب ضياع البطولة وسنعبر الأزمة سريعا، والأشعة تحسم مصير السلية. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. في الدقيقة الأولى من الوقت المحبطة بدل الضايع. سمير كمونة في الوقت الفاصل. تصوير! أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. ونروح سريعا معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنروح للشروق. الشروق قال ان بيبدا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي مرحله تاهيل للعيبه الفريق نفسيا بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي. هيعمل كارتيرون محاضره مهمه جدا مع اللعيبه قبل تمرين الفريق النهارده عشان يتاكد على انطلاق او ضروره اغلاق كمان ملف بطوله دوري ابطال افريقيا والتركيز في المباريات المقبله، بداية من مواجهة الوصل ضمن بطولة كاس زايد للأندية الأبطال واللي بتقام في الإمارات يوم 22 من نوفمبر الحالي. كمان بيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللعيبة لمواجهات البطولة العربية ومسابقة الدوري العام وكاس مصر. ومن جهته قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي، قال إن لعيبة النادي الأهلي قادرين إن هم يتخطوا المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها الفريق دلوقتي، وقال كمان إن النادي الأهلي نادي بطل. وقال كمان محمد يوسف في تصريحاته النهاردة إن بنعتذر لجماهير النادي الأهلي على خسارة اللقب الأفريقي، واللي كان بيتمنى طبعا إن هو يرجع مرة تانية لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد فترة غياب طويلة. وكمان قال إن الجهاز الفني واللعيبة لم يبخلوا بأي جهد أو عرق لاستعادة اللقب، ولكن الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الفريق في المباراة النهائية والمتغيرات اللي حدثت بسبب الإصابات والإيقافات وبعض الأحداث اللي تعرضنا ليها في تونس أثرت سلبا على الأداء. وقال كمان محمد يوسف أن النادي الأهلي قادر أن هو يرجع مرة تانية بقوة ويتخطى المرحلة الحرجة دي، وأكد أن الفريق عنده العديد من الارتباطات اللي بينافس على لقبها زي الدوري والكاس والبطولة العربية. وكمان أكد محمد يوسف أن الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة اللي جاية على تجهيز اللعيبة نفسيا وفنيا عشان يتخطوا المرحلة دي. وكمان قال أن الموسم ده لازم نكمله بقوة من أجل المنافسة على البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. ده طبعا كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. دلوقتي نروح سريعا ونشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي. فيتو سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي للإمارات. الشروق خالد الدرندلي رئيس لبعثة الأهلي في رحلة الإمارات. اليوم السابع الأهلي يؤكد اقتراب أحمد فتحي وهشام محمد من اللحاق برحلة الإمارات. الوطن سبورت السولية يغيب 6 أسابيع عن النادي الأهلي. الأهلي.com الجهاز الفني للأهلي يستقر على قيد 23 لاعب في القائمة الأفريقية. المصري اليوم محمد يوسف يجتمع بصالح جمعة قبل انضمامه لتدريبات الأهلي. في الجول يوسف أزارو لم يلتقي أو لم يتلقى أي عروض للاحتراف لن نفرط فيه. الشروق معلول يعود للقاهرة للانضمام لتدريبات الأهلي. اليوم السابع الأهلي يكشف مدة غياب محمد هاني وهشام محمد عن التدريبات.
تعال نروح مع بعض سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي عن اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان الفريق هيرجع لاستئناف تدريباته صباح غد الاربع استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي المقرر ليها يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال. قال كمان ان النادي الاهلي بيخوض تمرينه غدا في غياب 12 لاعب دولي لانضمامهم للمنتخبين الاول والاولمبي بالاضافه لغياب الثنائي المغربي وليد ازارو والمالي سليف كوليبالي بسبب تواجدهم في معسكر منتخبي بلادهم استعدادا طبعا لتصفيات امم افريقيا في الكاميرون 2019. وقال كمان ان في جلسه بكره مع الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشه كافه الامور المتعلقه ببرنامج اعداد الفريق خلال توقف الدوري الحالي. موقع فيتو كمان قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد ان سمير عدلي المدير الاداري للفريق تقرر ان يسبق بعثه النادي الاهلي للامارات من اجل ترتيب كافه الامور المتعلقه باقامه البعثه وملاعب التدريب وغيرها من الامور التنظيميه استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي. وقال كمان ان كارتيرون المدير الفني للفريق حدد بشكل رسمي سفر البعثه يوم 20 نوفمبر الجاري للامارات استعدادا لمواجهه الوصل يوم 22 من الشهر نفسه في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال. موقع الشروق كمان قال ان مجلس اداره النادي الاهلي استقر على تكليف خالد الدرندلي امين الصندوق برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم في رحلته لدوله الامارات العربيه المتحده لمواجهه فريق الوصل الاماراتي. الجهاز الاداري لفريق الكره في النادي الاهلي بدا فعلا في استخراج تصريحات السفر للامارات ومن بينها جواز السفر الخاص بخالد الدرندلي. مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت وبنروح لليوم السابع اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان فرص لحاق احمد فتحي وهشام محمد بمباراه الوصل الاماراتي مقرر ليها يوم 22 نوفمبر الجاري في اياب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال قويه. واكد ان الثنائي هيلحق برحله النادي الاهلي للامارات. كمان الوطن سبورت قال ان خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اكد ان عمرو السوليه لاعب الفريق عمل اشعه اثبتت اصابته بتمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل. وقال كمان ان اللاعب هيغيب عن التدريبات الجماعيه والمباريات لفتره بتمتد لست اسابيع هيقوم خلالها بتنفيذ برنامج تاهيلي للتعافي من الاصابه. الاهلي دوت كوم كمان قال ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده باتريس كارتيرون استقر على قيد 23 لاعب في قائمه الاهلي الافريقيه واللي هيبدا منافساتها ان شاء الله وهتبدا منافساتها في منتصف شهر ديسمبر الجاي ان شاء الله ضمن مباريات دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني للنادي الاهلي بيواصل جلسات ومشاورات للاستقرار على الاسامي اللي من المقرر ان هي يتم ارسالها للاتحاد الافريقي لكره القدم في ميعاد اقصاه يوم الخميس اللي جاي. بتنص لائحة البطولة الأفريقية على أن تبدأ فترة القيد من 20 أكتوبر ويقدر أي فريق أن هو يعدل في القائمة دي لحد يوم 1 نوفمبر والقائمة هتكون نهائية بعد كده بعد التاريخ ده ويمكن إضافة لاعبين من يوم 2 نوفمبر لحد يوم 15 نوفمبر على أن يحق للاعب المضاف المشاركة بداية من دور ال 32. فترة القيد الثانية بتبدأ للفريق
الأول الفرق اللي سجلت أقل من 30 لاعب قبل أسبوعين من بداية دوري المجموعات ولحد يوم 31 يناير، وهيكتمل كل فريق أو هيكمل كل فريق قائمته لحد أقصى 30 لاعب، شرط أن يكون قائمته الإضافية لا تتجاوز 7 لاعبين جدد. كمان المصري اليوم قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي هيعمل اجتماع مع صالح جمعة لاعب الفريق العائد من رحلة إعارة في الدوري السعودي قبل بدء اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام اللي جاية تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق في يناير اللي جاي. وكان الجهاز الفني منح صالح جمعة أجازة طويلة الفترة اللي فاتت، خصوصا ان هو رجع من السعودية بعد إغلاق القيد المحلي. كمان في الجول قال ان محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي شدد ان وليد ازارو مهاجم الفريق الاحمر لم يتلقى اي عروض خارجيه للرحيل عن صفوف النادي الاهلي. يوسف كمان قال لا يوجد اي عروض احتراف لازارو وما يتردد حول رحيله في الانتقالات الشتويه المقبله او في نهايه الموسم غير صحيح على الاطلاق. وقال كمان ان عقد ازارو معانا ممتد لموسمين ونص واحنا متمسكين جدا بيه، هو احد العناصر الهامه للفريق ومن غير المنطقي التفريط في الركائز الأساسية للفريق. كمان شروق قال أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي هيوصل القاهرة خلال الساعات اللي جاية بعد ما سافر لتونس عشان يقضي عدة أيام خلال فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق. معلول هينضم للتدريبات الجماعية للفريق يوم الأربع الصبح، وهيواصل اللاعب أداء فقرات برنامجه التأهيلي من الإصابة واللي لحقت به في وقت سابق بتمزق في العضلة الضمة، غاب بسببها طبعا عن التدريبات الجماعية خلال الفترة اللي فاتت. وكان اللاعب تواصل مع الجهاز الطبي للتأكيد على قيامه بأداء تدريبات العلاجية بشكل منتظم خلال فترة الراحة وهو في تونس من أجل العودة مع أقرب وقت لتدريباته بصورة طبيعية. نروح لليوم السابع اللي قال ان دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان محمد هاني ظهير ايمن الفريق اجرى اشعه للاطمئنان على اصابته واللي تعرض ليها في مباراه الترجي التونسي الاخيره في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. وقال كمان ان اللاعب بيعاني من الاصابه بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وقال ان اللاعب هيغيب عن التدريبات الجماعيه لفتره بتتراوح ما بين 2 لـ3 أسابيع. وكمان اكد طبيب الفريق ان هشام محمد لاعب الفريق محتاج لاسبوع على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية عشان يتعافى من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية. وقال كمان أن اللاعب بيسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي وهيبدأ بكرة يوم الأربعاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.